بلوج جديد ويوم جديد. هلا بوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. هلا من هناك. السلام عليكم جميعا، ايش اخباركم مسويين؟ ان شاء الله طيبين. زي ما تعرفون بدأنا جهاز الغلط. للأسف الشديد الكراتين اللي اشتريناها ما كفت. اشترينا 5 كراتين وكلهم عبيناهم فل. والله الاغراض طلعت كثيرة. ايش راح نسوي بعد حاليا؟ راح نبدأ نشيل تلفزيون، نشيل كراسي. خلاص ما في وقت. جدا ما في وقت. تعال انت يا بطل. والله شيء يحزن. كرسي اللي دور. لا انت خليك. هذا فانوس اللي جابته الوالد الله يعطيها العافية أول ما جيت هذه الشقة. شكرا. طيب والله لو اصحاب فنيان هنا كان خلصنا من 5 دقائق. خلاص كل واحد يمسك شيء. انتوا خليكم بالمطبخ بس. ثانية تحمست. خلص بسرعة. ما زلنا مزكمين يا جماعة، لكن أحسن من أمس بكثير. هذه الطاولة. والحين تبدأ المغامرة. هاي بداية. لا لا هذه أصعب لحظة. هذه أصعب لحظة. شكرا على 1.5 مليون. شكرا على 1 مليون. شكرا على 750,000. أوه 10,000. أوه شوك. وخذنا معنا حال تميز محمد الخباز. من محمد الخباز. علم السعودية. هلا بالعيال. شكرا لك على العلم. شكرا مليون. لا يا اخي هذا بعد سجاج الوسيلة. شكرا على الرسمة. هذا النور. دقيقة والله يا جماعة ما شيله. اول شيء اوريكم كيف هذا ركبته من قبل. شوفوا كيف يطلع. الله الله الله. لا بعد تقدر تشتري واحد ثاني. تشبكه هنا تخلي الغرفة كذا كلها كانها رمضان. شكرا. طقية الزع. الزع لما نساها هنا. محمد علي. الله يرحمك يا محمد علي. هذي انه وصل لك الا كم يوم. لكن يا مرحبا. منتظرك في مكان جديد. هذه الطاولة ما نحتاجها. ايش راح نسوي؟ ان شاء الله راح نكتب كلمة فري ونحطها برا عند الباب. ممكن يجي شخص محتاج ياخذها. شكرا على هذه الرسمات. بلوب الريان كانت لابسته هنا في اول يوم في الشقه. اول ما استلمنا فتح الشقه جينا فطرنا هنا كانت لابسه هذا من نسيتها قبل ما ترجع السعوديه. والله الايام صروخ. هذا اول ما حطيناه. ايش هذا اللي طاح يا جماعه؟ هذا شيء من زمان ما نعلقه وجاء وقته. انا فكره مش بطاله. شيء جميل يا جماعة. والله انكم تسعدوني. واحد قاعد يشيل اغراض وحالة. اللي يفتح الانستغرام ويشوف صورة زي كذا علشان بفلوق امس ما ضبطت معنا. حاولت ريان وقالوا لا تخليها بخاطرك. احنا نسويها لك. والله كانها ضابطة. هذا اللي كان ببالي. لكن صار اللي صار امس. طيب شوف كيف صار الوضع. اصلا شوف كيف صار المكان يختلف. والله كانها مو شقتنا. جمعنا الاشياء هنا. سلام عليك. في اشياء هناك بعد. والمطبخ الحمد لله خلصنا منه. شلنا الاشياء اللي في الدرج كلها خلاص. ما في شيء الحمد لله. اوه باقي الكنب هذا. لحظة يا جماعة، اليوم هو اليوم الوطني لمملكة البحرين. أهل البحرين، كل عام ووطنكم أجمل بإذن الله. أهل البحرين حبايبنا ويحتاج عسل. والله عسل. نبغى اللون الأحمر. وراح إن شاء الله نرسم علم البحرين هنا. والله ما أدري صار في علم البحرين. هو العلم تغير شوي. لو إنه في البحرين الحين كان رحنا أمواج. يعني إني أعرف أمواج. خذنا ورقة كتبنا عليها فري. راح نحطها إن شاء الله على هذه الطاولة وننزلها تحت. كذا يكون انتهينا. نخليها هنا ونرجع. الله الحركات. حطينا جار كريسمس والاضاءة وكل شيء. هلو نرجع من جديد. هنا هنا عندنا الملابس اللي ما نحتاجها خليك على الجنب. عندنا الكراتين هنا خلصنا منها. هذه زبالة الكرامة. شبغلنا لصقة. اللصقة هذه خلصة. نطلع نشتري واحدة جديدة ونكمل ونقول لاصحاب ثنيان هنا. خلاص خلاص ذبحنا. نحتاج شيء ثاني؟ والله صح ما تعشينا. شو نتعشى؟ وصلنا اقرب بقاله للبيت 7-11 واحسن شيء تفتح 24 ساعه. يعني اي وقت تجينا تحصلها مفتوحه. الله عندهم اكل حركات. طيب راح ناخذ هذول ان شاء الله. اتوقع يكفون. لا بتوحشنا جلسه الانتظار هنا. نقعد ننتظر السيارات كلها تمر عشان بعدها ندخل شقه. خذوا خذوا راحتكم خلاص وهرب. حتى انت راح نساعد يطلع. اشوف الكومنتات البعض يقول فيني انت هذا مو كلب حقيقي. هم بس كذا يحطون عند الباب لما احد يمر يطلع هذا الصوت. لا لا يا جماعه شفته من قبل. صغير ترى مره صغير. كذا الصغار دائما يجونك صغار لكن عليهم رزان. اعوذ بالله. تعال هنا شوي. الكرتون الاول جاهز. نبغى مقص. نبغى مقص. اما زعلان نروح مكان احسن. والله كذا نظام اسناني تخدمني. ما نحتاجي خلاص. اول خلص استاذ حق الكاميرا. الصندوق هذا يخلص. الصندوق اللي بعده.
ربي يجلسكم جميعا. قريت على الكومنتات بالفلوق الاخير اثنين نحس والله كنا احنا اللي بننقل معاك. خلاص قوينها يا تسول كثير انت ما شاء الله. جيت هناك فريك فريك يبعدك لا يوقف. حلوين حلوين. خدت بريك يا جماعه، دويت الطبخه اللي سويناها من قبل وما ضبطت معنا، لكن تعلمنا من اخطائنا سويناها من جديد. الحين ايش نسوي بعد ما طبخناها؟ نحطها هنا بسم الله، ناخذ بريك وناكل بعدين نحطها بالميكرويف. يا رب ان عندنا خليج كويس فيه. طيب في دقيقتين هذا شو نسوي؟ نروح الغرفة. الغرفة ما بدينا فيها يا جماعة. استغل وقتك قد ما تقدر. عندك دقيقتين شيل فيها بعض الاشياء. كل دقيقة محسوبة. وين الطريق هذي؟ هاي التفك. شكلهم هزوا عليهم. شدنا بعد. شوف احسن شيء ايش؟ عندنا كرتون الجزمة اللي شريناها اخر مرة بكرامة. ايش العنوان الطويل هذا؟ فراح نحط الاشياء هنا. استر. نشوف صار على طبختنا. طيب بعد ايش نسوي؟ ناخذ الحليب. نقول بسم الله ونضيف عليه. بعدها ناخذ شوية سينمون. نضيف فوقه. واخر شيء العسل يا عسل. واستمتع في البريك. اي والله صح، باقي نكلم شركه النت نقول لهم ينقلون على البيت الجديد. باقي بعد نروح البنك، شركه تامين وشركه اتصالات. على طاري شركه اتصالات اس تي سي نحتاج الياف بصريه عن بيتنا، والحل والله ما يصير ما نقدر نرفع فلوق اذا رجعنا السعوديه. نروح نتصل على خوينا. الو ممكن بس اجي عندك مرفع فلوق؟ الحمد لله نرجع من جديد. شكرا لك النظارات. مرايا الاتفاق. ابوي الو. هلا والله ادريسي. ها جاهز اجلس يومين زياده. الله يخليك. طبعا جاي سلام. طيب نوقف الى هنا، نروح نوصل عزيز وبعدها نرجع نكمل. وصلنا بيت الذيب. خلاص سبع نسيان. يلا هذيك ثقيله. كيف توقع وزنها؟ هلا وين؟ الفيري يا صاحبي. الى الباخرة يا ولد. انا اسوي باك اب ملابس كل شيء اقول لهذا احتاجه لهذا احتاجه لهذا احتاجه كذا. انت عندك نفس الشيء؟ بريك صغير عند المحطة، نعبي بنزين، بنزين راضي يعبي، بعدها كمل ان شاء الله. درجة الحرارة ناقص 2. والله على الحركات معزز الخط. هلا رجل السدية. يا ويلي ذا ايش؟ ايه لانهم يقفلون قبلها بكم؟ يقفلون قبلها بربع ساعة. طيب طيب احنا وين وصلنا؟ نوصل الخطة. لحقنا. حيوم عزيز. هلا ترجع بالسلامة. الله يسلمك. سلم على السعودية. استمتع بوقتك. ما يحتاج. استذكر قبل فترة كنت اقول لك انا برجع قبلك. اي والله الدنيا دوارة. المفروض اني ارجع قبل عزيز بخمس ايام. والله المفروض. المفروض يعني انا الحين بالسعودية. لكن بسبب ظروف الشقة والنقل اجلت الرحلة. والحين عزيز مسافر وانا بجلس هنا. شوفوا هنا ذا هنا ليش يحطون اعلانات عشان فيرست نيشن؟ شيك تضحك. لا جد فلوق صدري. احنا الحين شبه متاخرين يعني. يعني لو راح علي هذا الفيري ان شاء الله ما يروح. ان شاء الله عز الله اني بخمج في التالي. خماجي ما بعد اخماج. تكي معي خلاص. تكي معاك وانت بتروح انا بخمج. يلا يومين ان شاء الله وبلحقك يا ذيب. يلا في انتظارك ان شاء الله. شوف سريع. خلاص سلام. سلام. وعندنا نروح السعودية. اركض 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 زيد سيسون بان. يلا شكرا خير. يلا مع السلامة. كذا يكون الحمد لله لحقنا ودعنا الذيب. عزيز اذا تشوف هذا الفلوق الحمد لله على سلامتك. استمتع وجاي قريب ان شاء الله. شوف كيف منظر القمر اليوم ان شاء الله تبارك الله. طيب يا جماعة رجعنا شقة من جديد. والظاهر ان عندنا اشغال الدنيا، لكن راح نوقف هنا وننام ونصحى بكره ان شاء الله نمنتج فلوق ونرجع نكمل. بس بقول شيء واحد قبل ما ننهي الفلوق، الى جميع اخواننا في حلب، اللي جالس يصير ما يرضي اي ديانه، ما يرضي اي شخص، ما يرضي الجميع. الله يرحم ويغفر ذنوب كل من مات، والله يصبر الجميع ولاي شخص طلع من حلب. باذن الله ترجعون سالمين. صراحه شيء محزن اللي جالس يصير، لكن ما نملك غير الدعاء وكلنا معكم. طيب يا جماعه من هنا راح ننهي الفلوق. يعطيكم الف عافيه على المشاهده. وما زلنا مزكمين. هلا طولنا واحنا مزكمين. الجدار شكله غريب وهو فاضي. كيف اصلا ظلي؟ تمام خلاص انهي الفيديو باذن الله. راح اشوفكم بفلوق بكره ويكون وقتها خلصنا كل شيء ان شاء الله. يعطيكم الف عافيه على المشاهده مره ثانيه. وسؤال اليوم يقول كم درجه الحراره في مدينتك؟ اكتب تحت في الكومنتات راح نشوف درجات الحراره. معكم ثنيان خالد. خليكم دائما متفائلين وايجابيين والسلام عليكم. كمل بكره. كمل بكره. والله حاولنا سوينا اللي علينا. طيب يا جماعة هذا كان اختصار اليوم. حرف اليو طار.
ترى صح يا جماعة، بخصوص الفيلم اللي قلنا نبغى نسويه، للأسف زي ما شفتوا إنه ما في وقت أبدا، ما نبغى نسوي شيء أي كلام، هذا أول فيلم لنا، نبغى شيء بطل، نبغى الأوسكار يقولون مين هذا؟ أعطيه جائزة؟ لا تحمستني يا، والله صاير صدى هنا، ليش يا أخي؟ فإن شاء الله راح نشوف وقت مناسب ونسوي بإذن الله، سلام.